اخبار اليوم ان شاء الله نكمل مشروع الرئيس باذن الله ان شاء الله. تفضل يا فندم. بدايه يوليو اقصى الاحتياجات تم تشغيل الترعه بكامل طاقتها لمرحلتين الخمسه والاربعه فتحات بقى تسع فتحات لاستيعاب التصرفات الصيفيه لخمس محافظات. وفعلا الحمد لله بالتنسيق والتعاون مع قطاع الري وتوزيع المياه تم الالتزام بالميعاد، تم تشغيل الفتحات بكامل طاقتها واعطاء تصرفات وصلت في هذا الصيف للفم 39 مليون متر مكعب. في برنامج يضبط الكميه ده الموقع بعد انتهاء الاعمال وبدء اعمال المرور. تم المرور اشتغل يعني في بدايات شهر سبتمبر اكتوبر. لا ساعتها كنا مطولين المرور